اجري اجري اجري. تترانا 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 اعمل مونتاج. اه مالا شنو راه يمشي. كيف هيش ناخد وراها طبعا تترارا 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 نص ما تيحوش لتالي برك بلكي نكبر هنا نطلع فوق تكرارا اليوم تكرارا الوان هاي بحلة سلوم هذيك سلوم يلاقي عندي انا حتاني تراها نوقفوه اوه ها يدز يا حق تخل فيه شو الحكاية يلاقي اي ابش يدخل فيه بس حط حط الكاسك حط صحيح حط يلاقي داي والله يلاقي يا تفرج ودي انا شاهد تفرع معطا ودي الزهر ما يهموش والله لا يهم ترى الاخر يوقف في بيت اي يوقفوا شمس لا مش متاع الاخر تاع سان اندرياس لا سان اندرياس معروف الاخر اللي يهز ما هي اللي ما يهزش السلعة اللي الاخر تاع الناس اللي يهز العباد ايوا اش عملنا تو ما كاين المحطة نتاعو لا اه لهنا هي لهنا محطة يا معلم فما تنقيزة تنجم تخليك تنقز نطبعوه كهو تو هنا القهوة ما وقفش لازم تعمل ستانت جان لا وقف لا عمل حد شيء ما لهنا نورمال مول المحطة نتاعو هيا 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 هو تو نقدم من هذاك تاع فوق الوحدة والنقز لا ما تجيش صعيب نجربه يلاقي هو المشكلة تحبش تعرف وقت يجي اوه يا ضعيفة برشا مشكلة اش بيه حوس في وسط المدينة يا اخي شحكيت تران هاي فك علينا شنو قاعد نتبعو تران اي يوقف هي بعد ما يمشي يعمل حاجة أخرى يا هبا تكون صدق هاك هبط والله كمان نطلع جي راهو جي انت تنقلك هاي تيري حبيت تقتلني اني حبيت نقتلك قلت لي والله ما نقتلك طلعت زي حتى انا طلعت ايه تعرفونا نقدموا شويه مشكله يلاقي يا حبيبي تفرج تفرج يا حبيبي اني شرافيك طلعت رجعت ركبت من تالي تو تعرفونا الفاز هذا به تو كيف باش نعمل لنا زحف مشى خسارة حبيت نبدل البلاصة يا اخي مشى اي 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 مازلت راكب كفاية تو انا شنو قاعد نعمل هكا يا حشكو والله مش نورمال يا انت والله مش بالعاني والله عمري ما كنت تتصور نخطفك والله تنجرب فيها انا نشوف يا حشني هذه جانج اتاك عارف ايش لا ايش معنى العبها تعال شوف دي مود شو بيك
نجست انتحرت. خير يا حياتي. اوه تلاقي تلاقي فما شكون يكرتش فيك انت؟ ليش درسوا صوص؟ فيش هكا هي؟ اه ها قتلك هاي. اه زعما مت ولا ما متش؟ قتلني سي الكرهبة هذه صعيب شوية. حقني اختفته بجرينات ولا خلاص. اي جاي هاني اختفت ايه هاني اختفوه. اه فما واحد باونت اهو حلوف هاني اختفوه برجلية حلوف هذي تعرف فين اني تاو بالالاس بي دي اقتلني ولي والله فروخ اضم برجليه لوس سانتوس يا قتلت الغلط حبيت تقتل واحد يا اخي قتلت واحد يا اخي فضيحة. اه جاني بوليس نجموش ندخلوا ال اس بي دي ماشي تعمل فيها جاني نتاع الواحد وليه قتلته ها مبروك قتلتو ايوا نشوفوه توا ونمشي وينك انت؟ بحضك القنطرة باونتي فما فيه باونتي سيف باونتي انت بعيد يا حي معلم يا معلم يا معلم هاي خلاص سيف شنو هي الكهرباء اللي خلطوا راه يا اخي يسكت شنو هي تاع الفلوس نمشي نخطفها باه نشوفوه ما عملت شيء ولا اختفت اي ربي معك انا هابش كان اختفت وانا نخطف الفلوس وانت كمل في الطويلة ريق هابش نوقفه بس هابش نوقفه وقفته ايش ما يوقف لكش يوقف لا لا يوقف ايها في هاي تلاقي يا زح شوية نقطة شوية اخرى يموت راه نحاول ندور بس ال اس بي دي ايه ما تخلينيش وحدي اه الحاكم يا ذا الفيف تلاقي يا معلم اه فما واحد كالعادة بالسيكات يا ذا ما ماتش حاب شي يموت بالزح ايه بالرسمي حتى انا تلاقي
يمشي تلاقي يا ربي يمشي صح. هاي عندك بهت كراش العجلة الفلانية تنقبت. كم واحد عنده دبابة وش؟ والله هيك حلها. ثلاثة نجوم به. وفيها الكرتوش. جاتني ليليكو. زعما نخطفوا شيء بالله كذا كل ما عندي منه. قتلني مشكلة. واحد اخر اختفته. فما تشيرتش اهي اهي مسلت وحلة يا معلم. وحلت التراكس الزح وحلت اختفتها وحلت ما تنجمش تتحرك. قتلته اي قتلته اما الوحده من الكاميون ما تنجمش تركب فيه. لازمكش تركب فيه مال لازمك تاخذ فلوس من تالي في فيه. من يا هاني ماشي نخاهم مالا ركح اموري. Oh my god, look at that place, you look like... Uh-oh. بيه. كيف مش نحلها؟ اه؟ والله يا لنار. بص هاي مش تخرج وش؟ بص. والله بالمليمتر بالمليمتر تتحرك. جاني باونتي انت اين؟ لا الله يا حب يقتلني اقتلني اللي هو انت ساء انا قتلتك يا حباني. كيفاش قتلتك انا مني بيه محمد لقتلتك شنو والله لقتلتك كيفاش هذا صحيت كيفيت صارت غلطة. شنو صارت غلطة؟ لازم ترشقها تصورش. اضرب اضرب البوليسي ضربته يا ولدي. اضرب البوليسي ما تضربنيش انا. وين البوليسي؟ صحيح مات فيك باونتي انت راه فين؟ اورايت 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 صحيت زح هيا يا هيا الوحده نتاع الوحده مسيبه يا جوا. والله يعطيك الصحه. وش نعملوا اه تو تراكس هذا؟ جي نعاونوا في بعضنا في الواحد يا اخي مش يقتلنا. فيك باونتي حتى انت ديما تجيك باونتي تقتلني على غالب.
كيف باش نخصع بها انا دي لا طلعها لي فرفق خرجت خرجت قال ايه هو يا عم فك عليها زح انا بجوخ مش نعم بها تو التراكس هذي افلقها نفلقها ما ناخذش فلوس زعما لازم نقطع البلاصة حد ما يعرف مش لنا يا حبيني يا حبيني مش نخرج دي فك عاد هو مش يخرج وما زالوا يطلب سكين زح مية كره الدنيا يقتل فيها رشت واحد خرجت اي ظهر والله قلتك زيت الثاني صحيح هكا تو مريت اي دور تسلمنا ما يخطفني حد كيبان ها شالي على البوليس نحب نخطفها نحب نحلها زين نلقى بلاصه وين اهبط الهم ما عنديش حتى كيف باش نحل اختفتها كيفاش وقتلوني واختفتها قعدت نضرب في الباب اختفت هاي 2000 كهو كيفير وزدت مط معناها حيتملى بالنسبه للفيديو هذي كان معنا ان شاء الله تكون عجبتكم حتى كان معناها قصيت فيها شويه ونقصت البارتيات اللي معناها يفدوا شويه دونك ما تنسوش باش تخليونا جيم باش تخليونا كومنتير باش تعملوا ابونمون للشان نتاعنا وبيان سور الشان نتاعي الشان نتاعو تلقوها زادا في الديسكريبسيون عملوا طله ومع هذا الكلام نقول لكم الى اللقاء بالسلامه وان شاء الله نقابلو في الفيديو الجايه